ما بتروم تلمس كل الكرات مرة واحدة. الحين بتشوفون مهاراتي، عندي قدرة كبيرة في التركيز. الحين بتشوف يا جمال، سيفو صاحب القوة الفولاذية، صاحب اليد السحرية، صاحب النظرة الخارقة. انزين انزين، انت الأقوى وكل شيء، ممكن تلعب الحين قبل ما يخلص البريك؟ سمعت عن تحدي قوي فقررت أشارك. هلا كريم، شو يابك في ريدنا؟ وتعتقد انك بتتحمل هالتحدي؟ ما شيء أصعب من هاللعبة، تروم تشوف بنفسك. البلورة الخارقة. واو كريم، من وين حصلت هالبلورة؟ هاي وايد نادرة، شكلها عجيب، خلنا نشوف إمكانياتها. أمونة، شو يارسة تقرين؟ بعدك ما خلصتي دراسة؟ امبلا، خلصت كل واجباتي. عيال شو تقرين؟ شاركت مسابقة القراءة في المدرسة، بقرأ كتب وايد الحين. وشو هي الجائزة؟ في وايد جوائز، ألعاب، كتب، حلويات، بطاقات دخول الألعاب. حلو، أكيد ما بتنسين تاخذين إخوانك معاك للألعاب، صح؟ نحن بنقدم لك الدعم. الدعم؟ كيف بعد؟ سيف، اتكلم عن نفسك، أنا شخصياً ما بأسير الألعاب وما بقدم الدعم لأي حد. لكن علي، هاي مدينة الألعاب، بنلعب وبنصارخ بنتسابق بالسيارات السريعة، يلا يلا لازم ندعم أمونة. لا علي، هاي أختنا الوحيدة وبنستانس وايد هناك، يلا علي اسمع كلامي وما بتندم. أنا بعد بشاركك بالألعاب يا علي. إنزين، مو بعشان الألعاب، لكن لأني أخ روعة. أولاً ما بنسبب لك أي إزعاج، يعني توفير بيئة هادئة للقراءة. ثانياً بنشيل عنك الكتب اللي تبين تقرينها. ثالثاً بنجيب لك أي شيء تبين تاكلينه، عشان ما تقومين من مكانك وتضيعين أي وقت. هلا حبايبي. بابا، الشخص اللي كنت أدور عليه. كنت تدور علي؟ متى؟ الحين. زين، شو تبى؟ أباك توديني المكتبة. المكتبة؟ ليش؟ شو ناقصنك؟ أقلام؟ ألوان؟ شو؟ لا لا، أبا أشتري بلورة زجاجية جديدة. بلورة زجاجية؟ بس أنت عندك وايد منهم. أدري، لكن في الحين وحدة جديدة وايد كبيرة وحلوة بتخليني دوم أفوز. بليز بابا ودني، المكتبة وايد قريبة. خلني أرتاح أول يا سيف، وعقبها بنسير. ماما، شو غدانا اليوم؟ دياي بالخضار. يم لذيذ، ترومين سوين صلصة بعد؟ الحين يا سيف، لكن جسي مشغولة. هي الحين، أنا وايد أحب الصلصة. لكن خلاص، يا موعد الغداء. بليز، أنا وايد أحبها ومن زمان ما سويتوها. إنزين، بخلي جسي تسويها. شكرا يا أروع أم. الأكل ريحته حلوة. بابا، ارتحت الحين؟ هي يا سيف، شكرا على السؤال. عيل يلا نسير. يلا نسير؟ نسير وين؟ المكتبة، عشان أشتري البلورة. مو بالحين يا سيف. لكنك قلت بنسير عقب ما ترتاح، والحين أنت ارتحت. انزين، أنا يوعان، بعدنا حتى ما تغدينا. الغدا بيتأخر شوي، سيف يبى صلصة ويا الدياي. شو؟ أنا وايد يوعان. وأنا بعد، لكنك بتشكرني يوم بتشوف الصلصة اللذيذة. أحم أحم.
أوه صح، وبتشكر ماما بعد. وهو ألف نقطة، سيف صاحب الأصابع الذهبية. علي علي شوف، علي شوف، شوف الرقم اللي جبته. انزين سيف انزين، شفت هذا رقم قياسي ما حد وصل له قبلي، تروم تغلبني؟ سيف ما روم اسمعك عدل، ابى اركز في اللعبة. لازم تجرب، يلا خذ جرب. سيف شو سويت؟ كنت بفوز. أباك تجرب اللعبة، قلتلك بجربها عقب. لا لا لازم تجربها الحين. ليش؟ أنا ألعب بلعبتي وما ضايقتك أبدا. لعبتي أحلى. هذا رأيك أنت، ما بألعبها. إنزين لا تلعبها، أصلا بتخسر من أول مرحلة. تسلم الأيادي يا أم علي، الأكل شكله لذيذ. يلا سموا وكلوا. ماما جيسي ما سوت لي الصلصة، وين الصلصة؟ أنا قلت إني أبا صلصة، خبرتك بالمطبخ وقلتي إنكم بتسوونها، وينها؟ أبا أكلها اليوم من قمت الصبح وأنا خاطري فيها، ما تشوفها على الطاولة، بعدها بالمطبخ ولا شو؟ سيف ما، وانت بابا خبرتني انك بتوديني المكتبة عشان اشتري البلورة، شفتك وانت ترتاح بغرفتك وعقب ارتحت بالحديقة، والحين انت قاعد هني ومرتاح. متى ها متى بنصير؟ لو تأخرنا احتمال كبير ما احصل البلورة اللي اباها، ابا البلورة هاي عشان افوز باللعبة. سيف بسك. وانت يا علي ما جربت تلعب اللعبة مثل ما خبرتك؟ للحين ما نزلتها؟ قلت لك انها وايد حلوة ونروم نتحدى بعض فيها ونشوف منو بيحصل اعلى رقم. بس انا ما بألعبها. ليش ليش؟ هي وايد حلوة وحماسية. ماما ابا اجيب ربعي باكر عشان نلعب بالبلورات الجديدة، اباك تسوي لنا كيك بالشوكولات، وابا كل شيء كل شيء. واو سيف ما يعرف يسكت. أنا عندي فكرة. ماما ليش عندك ريموت؟ لحالات الطوارئ مثل اليوم. شو صار؟ خليتها على الصامت. هي الحين نروم ناكل بهدوء. لازم كنا نقعد هني وما نهتم بطلبات سيف، خلونا نقعد وما نرد عليه أبداً. علي سمعت شيء؟ لا وانتي؟ عبالي سمعت شيء، يمكن صوت الهواء. ليش ما تسمعوني؟ أبو صوتي ينسمع بليز. ما بعيد اللي سويته، شكلها طلباتي كانت مزعجة. أوعدكم ما بطلب وايد، خلاص وعد. سيف يلا ماما تبانا. علي ما أدري إذا كنت تسمعني أو لا، لكني آسف أني أزعجتك. بس أنا أسمعك عدل. صدق تسمعني؟ الحمد لله، شكله كان حلم مزعج. كنت أبا كل شيء حق عمري، أنا آسف، ما كنت أعرف أن هالشي يسبب لكم الإزعاج، أكيد كل واحد منكم مشغول بشي بعد. كل هذا عرفت من الحلم؟ يبالك تنوم أكثر يا سيف. المهم يلا كل حد يترياك على الغداء. علي شفت ريموت بإيد ماما؟ ريموت؟ لا ليش؟ أوه الحمد لله، بس حبيت أتأكد. ما في مانع اني اتاكد.